يونيت 1 فورمال انفورمال اند نون انفورمال ايديوكيشن جيت واي 2 ورايتنج وي هاف ات اون بيج 18 ناو ليتس ريد ذا توبيك رايت ا باراجراف اباوت وان مين وان مينز اوف ليرنينج ريدين ليسنينج تلفزيون دو انترنت ايتترا ذات يو ثينك از فيري امبورتنت اكسبلين واي It is so important using appropriate linking words from exercise A in the same page 18. يعني قد كتبوا واحد الباراغراف واحد القطعة حول وسيلة من وسائل التعلم قراءة استماع مشاهدة التلفاز الانترنت الى غيرها وعلاش بالنسبة لك انت هذه الوسيلة ديال التعليم مهمة بلي كيكون عندنا بحال هاد التوبيك في الانشاء يعني في الورايتين اول حاجه كنديروا كنقراو التوبيك ثلاثه الدوار كنقراو هذاك الموضوع ثلاثه الدوار وكنسطروا على الكلمات المفتاح وي اندرلاين دو كي ووردز بالنسبه لهاد التوبيك اشنو هما الكي ووردز عندنا باراجراف ما غنكتبوش رساله ولا ايميل باراجراف ها علاش غنكتبوا هاد الباراجراف وسيله ديال التعلم مين اوف ليرنينغ وعلاش مهمة هذه الوسيلة للتعليم بالنسبة لك بعد ما فهمنا التوبيك غندوزو جمع المعلومات كيفاش غنجمعو المعلومات غنجمعوهم في سبايدر دياغرام فهمنا الموضوع after we have understood the topic فهمنا مزيان وسطرنا على الكلمات المفتاح كندوزو غنجمعو المعلومات أسرع وسيلة the quickest way okay now to write as many ideas as possible يعني أسرع وسيلة باش نجمعوا افكار بسرعه هي ما يسمى سبايدر دايجرام ها السبايدر بحال العنكبوت ها سبايدر دايجرام وكنكتبوا اي فكره جات لينا مثلا دو انترنت از امبورطانت واي كويك لانه سريع ان اوشن اوف انفورميشن يعني محيط ديال المعلومات على جميع في جميع الميادين ايزي سهل ها communication يمكن التواصل مع جميع الناس في مختلف بقاع العالم available يعني حاليا متوفر في العديد من المناطق حتى في المناطق الصغيرة revise كيمكنك أن باش تراجع مثلا الفوكابيلير ولا الجرامر etc do homework يعني أحيانا كيشجعك باش يعاونك باش ديري لي دوفوار ديالك ولا الفروض المنزلية أنه رخيص بالمقارنة مع الجرائد والمجلات وغالبا بالنسبة للطلبة ديال مثلا الكلية ولا المعاهد يعني to do research يعني كيساعدهم research باش يديروا البحوث إذا بعد ما فهمنا بعد ما جمعنا الأفكار في هذا سبايدر دياغرام غندوزو غاد هاد الأفكار غاد نربطو بيناتها بهاد نربطو بيناتها الافكار غادي نربطو بيناتهم بهاد لينكين ووردز اللي شفنا في الاكسرسايز في الاكسرسايز اي هادوك الافكار في سبايدر دياغرام هادوك الافكار غنشدوهم ونستعملو كلمات الربط لينكين ووردز اللي شفنا في الاكسرسايز اكسرسايز اي في البيت واي باش تكون عندنا هاد الباراجراف ناو In my opinion, the most important means of learning is the internet because it is quick. في رأيي أهم وسيلة التعلم هي الانترنت because هذه because راه كلمة كلمة الرب لعدنا في exercise A في page 18 gateway because it is quick. Also بالإضافة I use the internet in order من أجل to do my homework. كنستعمل الانترنت باش دير الواجبات المنزلية and revise my vocabulary يعني كنراجع المفردات ديالي والجرامر يعني النحو moreover بالإضافة يعني راه بحال بحال كورسو the internet is not only cheap but it is also available even in far away villages in mountains يعني الانترنت ليس فقط أنه رخيص بل أنه أيضا موجود حتى في القرى النائية في الجبال. Although رغم أن although I have television رغم أنني عندي التلفزة the internet is
an ocean of information about everything in life. رغم أنه عندي التلفاز في الانترنت هو محيط من المعلومات حول كل شيء في الحياة.